يؤثر الشيطان على الناس بطرق متنوعة. إحدى أسوأ هذه التأثيرات الإحساس بالخمول. يجب على المؤمنين مجابهة هذا من خلال عزيمتهم وحكمتهم، إذ يصيب الشيطان الدماغ بالبلادة ويسبب النسيان. بمعنى آخر، يشتت الشيطان وظائف المخ وبنيته الكهربية، ويتغلب المؤمنون على هذا الأسلوب من خلال عزيمتهم. يسعى الشيطان إلى إعاقة العقل، ولتحقيق ذلك تأتي إحدى أكثر طرقه فاعلية، ألا وهي التسبب في الشعور بالخمول. يمكن رؤية هذا على الفور في أعين العديد من الناس، إذ يتسبب هذا في حالة من الخمول والهيئة البليدة، بينما المؤمنون مثل الصقور لن يستسلموا أبدا لنفوذ الشيطان، لهذا لا يقع النسيان، وإلا يقع النسيان الشديد، ويأتي المنطق الضعيف، ويسود سوء الحكم على الأمور. عند هذه النقطة يصبح الفرد مغمورا بالعاطفة، مما يؤثر على قدرته على التفكير بالمنطق والحكم على الأمور بشكل سديد. لو أوليت الأمر اهتماما تجد أنه عند تشاجر الناس مع عائلاتهم تختفي قدرتهم على الحكم على الأمور والتفكير المنطقي بشكل كامل. بعبارات عامية، يبدأون في الثرثرة وتصبح لهجتهم غريبة، ويتشوه منطقهم، ويتوقفون عن الحديث بشكل متوافق مع القرآن، ويحيدون عن سبيل القرآن. وكلما زاد انحرافهم كلما تدهور إحساسهم بالمنطق وقدرتهم على الحكم على الأمور، وكلما اختلت معاييرهم كلما ساء سلوك الشخص، وينتهي هذا في المعتاد بالقتل لا قدر الله. بعبارة أخرى، يصاب المرء بالخبل، لكن لا يسمح المؤمنون بحدوث هذا من البداية، لا يسمح المؤمنون لنفوذ الشيطان بالتحكم فيهم. قد يقود شيطان المسلمين إلى نقطة ارتكابهم القتل أو أن يقتلوا لا قدر الله. يستطيع شيطان إرباك العقول الأكثر ضعفا بشكل كامل. المؤمنون مخلوقات ساذجة. عندما يتمسك المؤمنون بالقرآن كما يجب، فإنهم يتمسكون مجازا بسفينة غير قابلة للغرق. يتمسكون بسفينة غير قابلة للغرق ولا تحيد أبدا عن طريقها، وبذلك لا يحيد المؤمنون أبدا، لكن يجب عليهم التمسك بالقرآن باستماته وعدم التفريط فيه. وعندما تسيطر العاطفة على شخص، يجب عليه إدراك أنه تحت سيطرة الشيطان، وما يجب عليه فعله فورا هو الحفاظ على رباطة جأشه ورجاحة عقله والتمسك بقوة بالله وبالقرآن، ولا يجب عليهم الاستسلام للخمول، لأنه بمجرد ركوبهم مركب شيطان يجرهم إلى قاع البحر ولا يتركهم إلا غرقى مكسورين. ثم يقول الشيطان: لقد دعوتك بالكاد، هل أجبرتك بأي طريقة؟ لا، لم أفعل، أنا بالكاد دعوتك وأنت قبلت دعوتي.